ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ازاي اعمل كوسة مشوية بدبس الرمان؟ يعني دايما الكوسة بنحشيها، بنعملها كوسة محشي، كوسة قبلمة، كوسة باللبن، كوسة باللحمة المفرومة، كوسة جراتان، كوسة بالبشاميل. اما نعمل كوسة مشوية بدبس الرمان، بالتأكيد المغازي عنده فكرة جديدة اللي عملها النهاردة، هيلسي يعني بطريقة صحية. استخدامنا ليها زيت زيتون وشوية بهارات من الملح والفلفل والكمون. الكوسة مفيدة للجهاز الهضمي، بتساعد على التخلص من الفضلات في القولون، بتساعد على الهضم، قيمتها الغذائية عالية جدا، بتعالج مشاكل القرحة زيها زي الخيار، حاجة لطيفة وجميلة. تعالوا نشوفوا نعملها مقاديرها. كوسة، بصل، ثوم، دبس الرمان، شوية بقدونس، زيت زيتون، عصرة ليمون. هي دي المقادير البسيطة السهلة اللي موجودة على الشاشة. كوسة، دبس الرمان، ومعانا زيت زيتون وعصير ليمون وبصلة ناعمة أو بصلة متقطعة شرايح مع شوية ثوم. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي. هاخد الكوسة أقطعها بالشكل ده كده بعد ما تتغسل كويس. دايماً يكون عندك في المطبخ الليفة أو السفنجة بتاعت غسيل الخضار تحتفظي بيها، تجيب لها علبة بلاستيكية كده تحفظيها فيها. الحاجات اللي بقولها دي مهمة جدا في مطبخك. استفيدي بالطبقة الخارجية للخضار سواء خيار سواء كوسة. الكوسة ما تتقشرش، الكوسة ممكن نعملها بشكل جمالي بشوكة مثلا لو بنحشيها. نقطع الكوسة بالشكل ده كده شرايح اهو بالشكل ده كده. والاكل بتاعنا لما نعمله النهارده بطريقه صحيه يوم في الاسبوع، تكتبي على باب التلاجه عندك اختاري اليوم اللي انت عايزاه من الاسبوع. احنا اخترنا يوم الاحد من بدايه البرنامج بتاعنا، دايما يوم الاحد من كل اسبوع بيكون اكل صحي. يوم السبت بدايه كل اسبوع بنجاوب على كل اسئله حضراتكم من خلال السوشيال ميديا. بيكون معانا طبعا الخميس بتبقى حلقه مسجله والجمعه اجازه، فبنها فرصه ان احنا بنتابع السوشيال ميديا وفريق السوشيال ميديا وبنحضر الأسئلة ونجاوب عليها مباشرة عملي بتاعت حضراتكم من خلال متابعتنا للصفحة الرسمية وصفحة أكلة أمي. أسئلة كتير بنجاوب عليها بالتوالي طبعا، وفي نفس الوقت كمان بنعمل الحاجات البسيطة. أما يوم الاثنين من كل أسبوع بيكون سمك في متناول الجميع بفكر تاني وشكل تاني. التلات أكلات مصرية، الأربع أكلات عالمية من المطبخ العالمي انترناشونال. بنتجول ونجيب أشهر الأكلات من المطابخ العالمية، المطبخ السعودي، المطبخ الكويتي، المطبخ الإماراتي، المطبخ الأردني، المطبخ الفلسطيني، مطابخ الغربية، هندي، مكسيكي، تشاينيز، طلياني. هناخد الكوسة بالشكل ده يا عم الشيف ونحطها هنا. الله، شكلها يفتح النفس. نقدر نعملها بالبشاميل، نعملها بالطريقه دي بنفس التقطيعه. نحط عليها شويه ثوم. الله، ثوم من الدرنيات اللي بتساعد على التخلص من الكوليسترول. ده شبت بصلايه حلوه زي دي كده كمان بناخدها. قطعها شرايح كده، ناخدها بالشكل ده فركه حلوه ليها. الله، واحنا بنفركها كده بنحط عليها شويه ملح. خليكي فاكره انك حطيتي ملح، ما تحطيش ملح تاني على الكوسه. اضافه الملح للبصله بيساعد على توريقها اهو بالشكل ده كده. حلوه اهو، نقلبها مع بعضيها. ثوم، كوسة، بصل. نعم يا غالي. لا، دبس الرمان مش هينزل عليها خالص دلوقتي. لو أنا نزلت بدبس الرمان والطحينة عليها دلوقتي مش هستفيد بيهم. دي بعد ما تتشوي. زيت الزيتون. حلو. معايا طاسة شديدة الحرارة على النار. باخدها زي ما هي كده.
بالشكل ده كده. اشيل دي من هنا عشان مخرجنا الجميل. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ وادخلها الفرن واقلبها من وقت للتاني. اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. طبق لطيف وجميل هيلسي، قيمته الغذائيه عاليه جدا. هناخد الخضار ده كده. نعم ممكن، بيقولوا لي في الكنترول ممكن بدل السكوسه بروكلي. ممكن بروكلي. عندنا درجه حراره الفرن 180 على شبكه الفرن، بنحطها تتشوي الكوسه بالشكل ده كده. شكلها حلو يفتح النفس. معايا كوسه، معايا ندخلها الفرن وناخد بعضينا ونطلع فاصل. بعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. شوف الفرن فيه ايه معانا. هو ده. نشوف الكوسه الحلوه اللي احنا دخلناها من شويه. ننزل عليها بالطحينه ودبس الرمان اهي. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ معانا طحينه، معانا دبس الرمان. ننزل اول حاجه بدبس الرمان عليها كده وهي سخنه. الله، تقوم تشرب دبس الرمان. حلو. ننزل بالطحينه الحلوه دي كده، نقلبها. شفت الطبق ده؟ هتدعي لي. الطبق ده عايز عيش البلدي بتاعنا، عيش الرده اللي هو برضو هيلسي. هندخلها الفرن تاني عشان الثلاثي ينسجم مع بعضه. طحينه، دبس الرمان، كوسه بتتشوي مع بصل مع توابل. ننزل بشويه الطحينه دول كمان وندخلها الفرن يا عم الشيف تكمل سواها. لما تعمل الطبق ده هتدعي لي. درجه حراره الفرن عندي 180 في نفس المكان والزمان. اللهم صل على النبي. يلا بينا. حلو قوي. تعال بسم الله الرحمن الرحيم. ده مهم. حلو الكلام؟ الله على الكوسه. اتكرملت الطحينه مع الفريك. سوري، اتكرملت الطحينه مع دبس الرمان. ناخد الطاجن الحلو ده كده، اللوحه الفنيه دي كده، وندخلها الفرن. ادي الطبق بتاعي. تعالوا نشوف هنعمل ازاي عصير السعاده، عصير الرشاقه، عصير يعالج الانيميا، عصير قيمته الغذائيه عاليه جدا اللي هو الشمندر بالعسل والنعناع. مقاديره على الشاشه. بسيطة وسهلة. معانا شمندر، نشيل التوم من هنا والبصل وكل حاجة أنا مش عايزها عشان العصير ده ما يكرفش مني، والعصير ده تعملي لي ولادك تعالج بيه الأنيميا. مقاديره على الشاشة يا شباب. عسل، شمندر، نعناع، ماء مثلج. ممكن تضيفي بدل الماء المثلج عصير برتقال، بس انا عايز عصير الشمندر هنا وطعم الشمندر ينفرد في كوب العصير. او نضيف عصير ليمون. الله، هناخد الشمندر ده كده. طبعا للامانه لازم اغير الجلافزات بتاعتي، مهم جدا. اكيد لمست مع توم او بصل، ده مهم جدا على فكره في المطبخ. طبعا لو انت في المطبخ عادي بتغسلي ايدك عادي، شوية مية موارد، شوية مية زهر، هتعملي حلويات بتفصلي الطعم بتفصلي الشكل. ده بطلب منك. انا بعلمك ازاي. ايه الحكاية؟ حلو قوي. مهم جدا، وخاصة وانت بتشتغلي حلويات.
الشمندر هنا بيسألوني بقى في الكنترول ده مسلوق ولا ني؟ يعني مستوي ولا ني؟ وده سؤال وجيه جدا على فكرة. الشمندر يفضل سلقه، بيتسلق بالقشرة بتاعته بعد ما نغسله كويس، ولازم يكون بالقشرة بتاعته، الشمندر ما يتسلقش متقشر، وبعد ما يتسلق نسيبه لما يبرد ونقشره. ننزل بالعسل واجعل ايامنا كلها عسل يا رب. ما هو الشمندر بيطلع منه السكر، فانا عايز اضيف العسل للشمندر او البنجر هيزيده حلاوه، ثانيا هيخلينا نشرب منه كميه عكس لما احنا ناكله لوحده كده، عشان بس ما حدش يقول لي ازاي شمندر نحط له عسل، بما ان الشمندر بيطلع منه السكر. ومن حقك تتساءل، زي بالظبط فكره عمل حلاوه الجزر او البطاطا او القرع العسلي، فيهم سكريات، بس ان احنا نضيف فانيليا ونضيف مادة سكرية زي عسل أو سكر، هنا بنعمل إيه؟ بنطور الطعم عشان ناكل منه ونشرب منه. هننزل بالماء المسلج بتاعنا، يفضل ماء مسلج. الله، والمية بتروي العطشان. نبدأ نضرب ده كله كده في الخلاط. شكرا لصديقي. طبعا معاكي كبه حلوه، معاكي خلاط حلو، معاكي مقشره حلوه، مقوره حلوه بتاعت الكوسه، بما ان احنا معانا كوسه النهارده، دي بسميها اصدقائك في المطبخ، مساعدينك. المساعد مش لازم يكون شخص او موارد بشريه يساعدوك، ممكن الاكسسوارات دي تعتبر مساعده ليكي كويسه قوي. ادي العصير بتاعنا، علاج الانيميا، قيمة غذائية عالية جدا، شكله يفتح النفس، حلو قوي. ده العصير. تعالوا نطلع الطاجن بتاعنا الحلو. الفريك قال ايه؟ ما يحب الشريك. ولادك هيشوفوا الصورة الحلوة دي كده، الكل هيتساءل في الأول، متعودين يشوفوها مسقعة، اللي بيحبوا المسقعة متعودين يشوفوها صينية بالبطاطس، ولكن لما يكتشفوا ان هنا في حبوب كامله من القمح الاخضر اللي هو الفريك، مع صدور فراخ مدرسه الشاورما، مع بصل، مع خبره طهويه، مع شويه حب، بالتاكيد الطعم هيعجبهم. مطبخنا النهارده صحي، وانا بطالب من كل افراد الاسره والعائله الكريمه والامهات ان يبقى عندنا يوم في الاسبوع اكل صحي، نفس مدرسه الشيف المغازي في برنامجنا الشهير اكله ام، على باب الثلاجه كده والديب فريزر. النهارده الاثنين او الحد، او خليه يوم الحد زي ما عامل الشيف كده، تقدري تعملي الاكل ده مجرد ما نخلص الحلقه بتاعتنا بنفس الماتيريال اللي موجود في الثلاجه. انا مش بجيب حاجات افتكاسات او حاجات غريبه الشكل، يعني ما شفتوش مره جبت سباركوس مثلا الحزمه تعملي لها مبلغ وقدره، او بالميتو او افوكاتو، الحاجات دي غاليه ونجيبها وبنستخدمها وبنطلع منها اطباق مختلفه، ولكن انا بتكلم على المطبخ المصري اللطيف اللي في متناول الجميع، تقدري تنوعي منه وتشكلي منه مطبخ صحي. هو ده هدفي في البرنامج بتاعتي، بساطة، سهولة، مرونة. الأكل صحي النهاردة بنسبة 99.9 من 10، يعني رؤية، فن، إبداع، وكمان أكل صحي. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.
بتخطب الخطبة أنا كنت بقعد أبكي بالدموع، أقسم وعزة وجلال الله. أنا الحمد لله بحمد ربنا. فيك شغل مرض. معلم منك. أنا كل يوم بدعي لك أنا مش في السكة. الله يكفيك شر المرض. اللهم آمين. يا رب إنك تيجي. الله يحرسك يا أخي. برافو عليك. أحسن من أي حاجة. أنت نفسك حلوة ما تسيبش حد أنا عارف. بنت أختي. ولادك ولاد. لا كويس حبيبنا حبيبنا والله شك. ما تنسوش ان انا منكم وحاسس بيكم انسان مصري بسيط، بس ربنا اراد ان انا بكون موجود في المكان ده، هو ربنا اللي اراد. We'll be right back.